نادي في الجمزالة للسباحة بفرجيوة ينظم دورة رياضية في السباحة لصالح منخرطي النادي تحضيرا للمنافسات، حيث تهدف هذه الدورة على تكوين سباحين يمثلون النادي في المنافسة المحلية والوطنية وتطوير هذه الرياضة واستقطاب المهتمين والمسؤولين والتعريف بالدورة. شهدت منافسة قوية من طرف المشاركين وباتت على سباحين يملكون قدرات تبشر بتحقيق نتائج جيدة تساعد على تطوير وانتشار هذه الرياضة بالمنطقة. كما يهتم النادي بذوي المهام حيث يوفر لهم حيز واهتماما كبيرا بهذه الفئة التي أصبحت تحقق نتائج جيدة في مختلف الرياضات والاختصاصات. ومثلت الجزائر أحسن تمثيل في الداخل والخارج. وفي نهاية الدورة تم توزيع جوائز وهدايا رمزية على الفائزين تشجيعا لهم. التغطية للزميل عياد الساسي. نادي سعنا هو نادي في الجمزالة للسباحة تابع لمدينة فرجيوة، تأسس سنة 2019 مع مجموعة من الغطاسين. اليوم رانا الهدف تاعنا في النادي هو تربية وتكوين. نظمنا اليوم دورة ودية بين سباحين النادي تحضيرا للمنافسات الولائية الجهوية والوطنية. الهدف كما قلت من الاول هو الهدف هو التكوين والتربيه وتكوين كما يقولوا، وان شاء الله مع الوقت الرياضه هذه جديده عندنا رياضه السباحه، ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله نطوروها ان شاء الله ونروحوا للاختصاصات خلاف من بينها الغطس الحر والغطس الغطس بالانابيب والزعانف والانبوب ونبوب تنفس ان شاء الله. وهذه هي، ونشكر قناه الاجواء اللي زارتنا اليوم وغطاتنا تاعنا الدوره. من بين النشاطات اللي في النادي هو الاهتمام بالفئه ذوي الاختصاص احتياجات خاصه. بصيفتي اخصائي علاج طبيعي درت اهميه لهذه الفئه، لان صح تستاهل، تحتاج هذه الرياضه، تحتاجها بزاف. نسبة ذكاء عالية، ما نعتبرهمش فئة مهمشة أبدا. نخدمه تحت شعار إعاقتي ليست بيدي لكن تحدي إعاقتي بيدي. اسمي حسنان غيلاس، تعلمت في مسبح المجاهد المتوفي منتوري محمد صالح، جبت المرتبة الأولى في المنافسة الودية، ونتمنى نكون في مسابقات وطنية وجهوية وولائية.